أحب أن أكلمكم اليوم عن خطية هي أكبر الخطايا وأول الخطايا، وهي خطية الولود تلد كثيرا من الخطايا، هي خطية الكبرياء. أول خطية لأنها الخطية التي سقط بها الشيطان، أو سقط بها رئيس من رؤساء الملائكة وصار شيطانا، حينما قال في قلبه: إني ارتفع إلى السماء وأصير مثل الله. خطيته موجودة في أشعياء النبي إصحاح 14 آية 13 و14. وبهذه الخطية، خطية الكبرياء، أراد أن يسقط آدم وحواء أيضا حينما قال لهم: لن تموتا بل تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. يعني هو قال أصير مثل العلي بكبرياء، وقال لآدم وحواء تصيران مثل الله. بل هذه الخطية هي التي تنسب إلى رجل كان كاملا، وكانت مشكلته أنه يعرف عن نفسه أنه كامل، أيوب الصديق الذي قيل عنه أنه كان بارا في عيني نفسه. خطية الكبرياء تفسد القلب وتؤدي إلى ضياع الإنسان. يعني ما أصعب الآية التي تقول قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. كثيرون ضاعوا بسبب الكبرياء، قبل السقوط تشامخ الروح. بل من الآيات العجيبة جدا ما ورد في رسالة يعقوب الرسول لما بيقول إن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. لم يقل الكتاب إن الله يقاوم الزناة ولا الفاسدين ولا كثير من الخطايا، لكن بالذات قال الله يقاوم المستكبرين، لأن ربما إنسان واقع في الشهوة ومذلول أمام نفسه، لكن المتكبر متعجرف أمام الله فالله يقاومه. خطية الكبرياء هي التي أسقطت الهراطقة والمبتدعين، لأن لو كان عندهم تواضع كانوا خضعوا للكنيسة لما الكنيسة قاومت هذه البدع. لكن نتيجة الكبرياء تمسكوا بخطاياهم فسقطوا وضاعوا وحرموا من الكنيسة. لذلك فاكر في إحدى المرات كنت كتبت مقالة في السبعينات عنوانها البدعة كالكبرياء كل قتلاها أقوياء. الكبرياء عبارة عن ارتفاع في القلب من الداخل، القلب بيرتفع والفكر بيرتفع، فيظن الإنسان في نفسه أنه شيء، يكبر في عيني نفسه ويريد أن يكبر في عيني في أعين الآخرين، وربما يكبر في حديثه أمام الله ويجدف على الله مثل الشيطان. دي الكبرياء. في بستان الرهبان قالوا إن فيه نوعين من الكبرياء، من العجرفة
قالوا مثلا فيه العجرفة العلمانية ان انسان يبقى منفوخ، نظراته نظرات كبرياء، مشيته مشية كبرياء، قعدته قعدة كبرياء، يحب المظهر الخارجي في لبسه في شكله في كلامه من الاخر. وقال هناك عجرفة علم رهبانية، الراهب اللي يحب يفتخر بالصوم، بلبس الخيش، بالوحدة، يبان انه يعني يحتقر بقية الرهبان الذين ليسوا في صمته ولا في نسكه ولا في صومه ولا في وحدته الى اخره. لكن الكبرياء عموما القلب بيرتفع من جوه والفكر ايضا بيرتفع، جايز ياخد مظاهر من الخارج، يمشي في الارض مرحا في خيلاء في عظمة، ياخد مظهر كده، في بعض ناس ياخدوا مظهر ارستقراطي، حتى في كل انواع تعامله يبان انه انسان كبير اكبر من غيره، ينتفخ بالغنى بالعظمة بالمركز بالوظيفة باهتمام الناس، اسباب للكبرياء. العجيب ان كثير من الذين تكبروا او غالبية الذين تكبروا كانوا من الذين احسن الله اليهم ووهبهم بعض المواهب. في انسان ربنا يديله ذكاء فيتكبر بسبب ذكائه، ربنا يديله طاقة او قدرة على العمل فيتكبر بسبب قدرته، ربنا يحسن اليه يديله غنى مثلا فيتكبر بسبب غناه، يديله مركز وظيفة فيتكبر بسبب وظيفته، يديله موهبة، مواهب عقلية او مواهب فنية او حتى مواهب روحية ممكن يتكبر بيها. ده التلاميذ قيل عنهم انهم يعني انبسطوا جدا لما الشياطين خضعت ليهم، قلبهم ارتفع وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمه. ولذلك من جهة المواهب قال احد القديسين اذا الله اعطاك موهبة اطلب منه ان يعطيك تواضعا علشان التواضع يحفظ الموهبة. لان كتير من الناس اخذوا مراكز فالمراكز قادتهم الى الكبرياء وليس الى الاتضاع. على رأي القديس الانبا انطونيوس قال ان احتمال الكرامة اصعب من احتمال الاهانة. في انسان يقدر يحتمل الاهانة لكن ما يقدرش يحتمل الكرامة، لما تجيله كرامة كده ينتفخ ومش قادر يحتمل نفسه، ان احتمال الكرامة اصعب من احتمال الاهانة. لهذا نجد ان ربنا لما اختار انسانة يتجسد منها اختار اكثر النساء تواضعا لكي تحتمل هذه الكرامة العظيمة اللي قالت لها فيها اليصابات من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي. عشان كده العذراء قالت واحنا بنحتفل بصوم العذراء بتقول إن الله نظر إلى اتضاع أمته، نظر إلى إيه؟ اتضاع أمته،
لان مش ممكن واحده ما عندهاش ابتضاع كانت تحتمل الكرامه دي انها تبقى ام الرب، ان تحتمل الايات والمعجزات والملائكه. مين يقدر على دينا؟ مش كل حد يقدر. احتمال الكرامه اصعب من احتمال الاهانه. لذلك في ناس ربنا اداهم مواهب وفي نفس الوقت اداهم تجارب عشان يحتملوا الكرامة الكبيرة اللي هم فيها. يعني شوفوا واحد زي مثلا بولس الرسول، كان بتاع رؤى واستعلانات ومواهب، وقال انني اتكلم بألسنة اكثر من جميعهم. في سفر الاعمال كذا مرة عاش في الرؤى. اول رؤية كبيرة لما ظهر له الرب في اعمال اصحاح 9، وظهر له الرب في رؤية برضو وقال له تكلم ولا تسكت ولا يقع بك احد ليؤذيك. وظهر له في رؤية تاني وقال له ها انا ارسلك بعيدا الى الامم. وظهر له في رؤية تانية وقال له كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا. وبعدين يقول ايه بولس الرسول؟ يقول لئلا ارتفع، لئلا ارتفع من فرط الاستعلانات اعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لكي لا ارتفع. ربنا خاف على بولس من ان يرتفع قلبه، فاعطاله شوكة في الجسد لكي يشعر بضعفه باستمرار. لذلك كتير من الناس اصحاب المواهب ربنا يجيب لهم تجارب واعلام علشان تحفظ قلبهم في الاتضاع. خد واحد زي داود النبي، رجل المزمار والقيصار والعشرة الأوتار، اللي ليه مواهب في الشعر وفي الموسيقى وفي القوة. قيل عنه أنه جبار بأس، وهو اللي خلص الشعب من جولياط الجبار. ربنا سمح أن يقيم له شاول الملك يذل حياته لكي يشعر باستمرار بفائدة الاتضاع وإنصحاق القلب. وسمح ربنا أنه يسقط، وهذا السقوط جاب له اتضاع قلب عجيب، وقال لربنا خير لي يا رب إنك أذللتني. لكي أحفظ ناموسك. ربنا يخاف على أي حد من أولاده، يخاف على أي حد من أولاده اللي ليهم مواهب إن يقع في الكبرياء، فيعطيله نوع من أنواع الآلام. يعني خذوا مثلا أبونا يعقوب أب الآباء، اللي قيل عنه أنه هو جاهد مع الله والناس وغلب. تعبير عجيب، جاهد مع الله والناس وغلب. بعد كده ربنا يقول ايه؟ ضربه على حق فخذه، فقعد يكوع على فخذه ده كل ايام حياته في عرق الناس. ليه يا رب تجيب له الم؟ ده كويس ليه، الالم ده كويس ليه، زي ما الالم كويس لبولس لألا يرتفع من فرض الإعلانات. مشكلة الناس اللي ربنا يديهم قدرات معينة إن الواحد يفتكر إن هذه القدرة منه وليس من الله فيفتخر. الإنسان المتواضع باستمرار ينسب القوة لله وليس لنفسه.
ان تحدث الشخص عن نفسه وانا عملت وانا عملت وانا بعمل وانا بعمل، يبقى بدأ يفقد الاتضاع. لهذا تلاقي ربنا اختار ضعفاء العالم واختار جهال العالم واختار المزدرى وغير الموجود لكي لا يرتفع اي قلب امامه، لان ربنا يهمه جدا تواضع الانسان. لو كان عندك كل المواهب اللي في الدنيا وليست لك تواضع القلب، اعرف انك ممكن تضيع قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. لهذا بنقول في المزمور: ليس لنا يا رب ليس لنا، لكن لاسمك القدوس اعطي مجدا. عشان كده ربنا كما اختار مريم العذراء اللي يولد منها، اختار يوحنا المتضع لكي يعد الطريق امامه، ويقول: ياتي بعدي من كان قبلي الذي لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذاءه. عشان كده في بستان الرهبان يقول ايه: ان رايت شابا يصعد الى السماء بهواه اجذبه الى اسفل. لانه لو صعد بهواه يقع في الكبرياء، والكبرياء تضيعه. الانسان المتواضع ينسب كل شيء لربنا، والمتكبر ينسب كل شيء لنفسه. المتواضع بيختفي لكي يظهر الله ولكي يظهر الآخرون، أما المتكبر فلا يستطيع أن ينكر ذاته يرفع نفسه. إيه مظاهر الكبرياء دي؟ أول حاجة إن المتكبر يظهر ذاته، يتحدث عن فضائله. زي الفريسي لما وقف وقال: أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة ولا مثل هذا العشار. أنا بصوم يومين في الأسبوع وأعشر جميع أموالي. بدأ يفتخر. فاللي بيظهر ذاته واللي بيفتخر بذاته يكون نصيبه مع الفريسي وليس مع العشار الذي لم يتذكر لنفسه فضيلة واحدة، إنما تذكر خطاياه أمام الله. اللي بيتحدث عن فضائله بينسى ضعفاته وبينسى خطاياه، يبقى بيتكلم عن أنصاف الحقائق. آباؤنا الرهبان القدامى كانوا يتظاهرون بالجهل، وأحيانا يتظاهرون بقلة العقل مثل القديسة الهبيلة، ولذلك بعض رهبان من الإسقيط ذهبوا وقابلوا القديسة سارة يأخذون كلمة منفعة منها، وبدأ كل واحد ليها يكشف، كل واحد معاها يكشف ضعفاته. وبعدين بصت لهم القديسة سارة وقالت لهم: بالحقيقة إنكم إسقيطيون، بالحقيقة إنكم إسقيطيون، لأن ما عندكم من الفضائل تخفونه، وما ليس فيكم من الرذائل تتحدثون عنه. شوف التعبير الجميل، ما عندكم من الفضائل بتخفوه ما تبينهوش، وما ليس فيكم من الرذائل بتنسبوه لأنفسكم. لهذا نرى كثير من الرهبان كان عندهم هذه الفضيلة، زي القديس الأنبا يوسف اللي سألوا أنبا أنطونيوس وهو من آباء الرهبان الكبار، قال عن آية كل واحد قعد يفسرها ما عدا أنبا يوسف، قال: لا أعرف.
فقال له القديس الأنبا أنطونيوس: طوباك يا أنبا يوسف، لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. وكان زمان في الآباء الشبان لا يتحدثون في وجود الشيوخ. تعبير جميل يقول إيه؟ إذا جلست وسط الشيوخ فكن صامتا، وإن سألوك عن شيء فقل لا أعرف. ولذلك كان الشباب لا يستطيع أن يتكلم في حضرة الكبار. ليس هذا في الجو الرهباني فقط، إنما نجد في قصة أيوب الصديق كان ليه ثلاث أصحاب قعدوا يتكلموا معاه ويتجادلوا معاه 28 إصحاح، 28 إصحاح وما جابوش نتيجة. وكان معاهم شاب اسمه أليهو، وده كان صامت طول القعدة، وفي الآخر قال لهم: أنا فتى وأنتم شيوخ، لذلك سكت وخشيت أن أفتح فمي، قلت كثرة الأيام تتكلم. قاعد ما قدرش يفتح فمه بينما هو كان الرابع وسطيه. الإنسان المتواضع لا يظهر نفسه ولا يتحدث عن نفسه ولا ينسب فضائل إلى نفسه ولا يدعي إنه أفضل من غيره ولا يقارن نفسه بغيره علشان يبقى يقول أنا أفضل، زي ما الفريسي قال: أنا لست مثل هذا العشار. إنما يعيش صامتا وسط الكبار. الإنسان المتواضع يحترم من هو أكبر منه، لكن المتكبر لا يحترم من هو أكبر منه. المتواضع يحترم حتى من هو أصغر منه، يحترم الكل ولا يصغر أحدا في قيمته ولا يصغر أحد في عينيه، يعامل الكل باحترام. الإنسان المتواضع لا يكشف أخطاء غيره ولا ينتقد غيره ولا يدين غيره، إنما إذا رأى خطأ لآخر كأنه لم يره، وإن سمع شيئا خاطئا كأنه لم يسمع. أما المتكبر فإنه يتحدث عن أخطاء الآخرين كما لو كان هو بلا أخطاء، ينظر القزل التي في عين أخيه ولا ينظر الخشبة التي في عينه. الإنسان المتكبر يعيش في أنانية، يتمركز حول ذاته ويمجد هذه الذات ويحاول أن يحطم كل من ينتقده أو كل من يعارضه. الإنسان المتكبر ممكن أن يحسد غيره. ليه بيحسد غيره؟ لأنه يريد إن العظمة اللي موجودة في غيره تنتقل إليه، وإنه يصبح هو الكبير مش غيره. ولذلك قايين لما حسد أخاه هابيل كانت في نفسه كبرياء أيضا، إنه نظر إن الله قبل ذبيحة أخيه ولم يقبل تقدمته هو. الإنسان المتواضع تنطبق عليه كلمة القديس مكاريوس الكبير لما قال: افرحوا بكمال إخوتكم، افرحوا بكمال إخوتكم. لكن الإنسان المتكبر لا يفرح بكمال غيره، بل على العكس
يفرح بسقطة غيره لكي يكون هو بلا سقطة ويقارن بين غيره. تصوروا قصة لطيفة في حياة موسى النبي موجودة في سفر العدد إصحاح 11، لما ربنا قال لموسى هات 70 شيخ وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم، فتنبأ. وبعدين اثنين موجودين إلداد وميداد حل عليهم روح الرب غير 70 شيخ، فتنبأوا. فيشوع غار غيرة لموسى، ازاي يوجد ناس بيتنبأوا غير معلمه موسى؟ فأراد أن ينتهرهم أو يسكتهم، فقال له موسى النبي أتغار لي يا يشوع؟ يا ليت جميع شعب الله يتنبؤون إذا حل روح الله عليه. فالمتكبر يحب ينفرد بنفسه في العظمة في الشهرة في أي حاجة، لكن المتواضع يحب كل الناس يبقوا كويسين. المتكبر يكره مديح غيره، أما المتواضع فيمدح الناس. المتكبر يتصيد أخطاء للناس، أما المتواضع فيستر حتى إن وجدت أخطاء طبيعية. المتكبر قد يستهزئ بغيره، وقد ينتقده، وقد يصغر شأنه، أما المتواضع فيشجع الكل. المتكبر إذا أخذ سلطة أو نفوذ يضره، لأنه يستخدم السلطة في كبرياء. لذلك كان شرطا من شروط الأسقف أن يكون متواضعا، لأن لو كان عنده كبرياء أو محبة للسلطة تضره وتضر الشعب. المتكبر لا يحب أن يستشير غيره، ولا يأخذ أمرا من غيره، ولا أن يطيع غيره، لأنه يثق في نفسه. طب أستشير ليه؟ ما أنا فاهم كل حاجة، وأعرض نفسي ليه لأمر من غيري؟ ما أنا مش محتاج، أنا أعرف كل حاجة. لذلك صعب جدا على المتكبر أن يطاوع. أب الاعتراف يستريح مع أولاده المتواضعين، لأنهم بيسمعوا الكلمة وينفذوه ويطيعون بسرعة، لكن أولاده المتكبرين يتعب معاهم، لأن كل حاجة يقول له ليه وعشان ايه، وأنا مش موافق على الأمر ده ومش موافق على النصيحة دي، ويقعد يجادل في أب الاعتراف لغاية لما يزهق منه. هو صعب جدا على المتكبر أن يطاوع، لكن المتواضع يقدر يطاوع، لأن المتواضع بيخضع ذاته فيقدر يطاوع، لكن المتكبر ذاته فوق ما يقدرش يطاوع. المتكبر يعتز برأيه، وربما لا يطيع أب الاعتراف إلا فيما يوافق عليه، الحاجة اللي هو موافق عليه. فإذا أب الاعتراف قال له أمر ما يناسبوش يقول أغير أب اعتراف، يرفض أب اعتراف ويدور على أب تاني. ليه؟ لأنه مش قادر يخضع نفسه. الإنسان المتواضع يخضع للكنيسة في كل أوامرها، أما المتكبر فلا يستطيع أن يخضع للكنيسة، يريد أن الكنيسة تخضع له. المتكبر يتمسك برأيه، ولا يستطيع أن يكون تحت إرشاد، ولا يقبل كلمة توبيخ، ولا يقبل كلمة نصح. وإن أطاع يطيع عن تغصب وليس عن رضا ولا براحة قلب. لا يسأل لأنه يعتقد أنه لا تنقصه المعرفة، فيسأل لي ما دام يعرف. المتواضع يسأل حتى من هو أقل منه. القديس مكاريوس الكبير
أراد أن يأخذ كلمة منفعة من الصبي زكريا، قال له أنت منارة البرية وكوكبها تاخد كلمة مني؟ قال له أنا شاعر بالروح الذي فيك إن عندك كلمة منفعة تستطيع تقولها لي. ومرة استشار واحد راعي بقر، مكاريوس الكبير، لأنه كان إنسان متواضع. الشياطين تعبوا من تواضعه، قالوا له أي شيء أنت تعمله يا مقارة ونحن لا نعمله، أنت تصوم ونحن لا نأكل، وأنت تسهر ونحن لا ننام، وأنت بتعيش في البراري ونحن كذلك، لكن بشيء واحد بتغلبنا. قال لهم إيه؟ قالوا له بتواضعك. عشان كده القديس الأنبا أنطونيوس قال أبصرت فخاخ الشيطان منصوبة في الأرض كلها، فقلت يا رب من يفلت منها؟ فأتاه الصوت الإلهي المتواضعون يفلتون منها. عجيب، مرة التواضع يعني تواضع قلب من جوه، مش انحناء الرأس، انحناء القلب. لأن في واحد ممكن يحني رأسه، وممكن واحد يضرب بطنه وبرضه بكبرياء ولا تقبل منه. مرة قريت مقالة زمان زمان أول، مقال الواحد كان في عيد الغطاس وبيتكلم على تواضع المسيح، ازاي انحنى امام يوحنا المعمدان مع انه اكبر من يوحنا المعمدان لكي يكمل كل بر. وبعدين قال في اخر المقالة اعطنا يا رب ان ننحني امام من هم اقل منه لكي نكمل كل بر. لما دام عارف انهم اقل منه يبقى ده تواضع وده تكميل كل بر، ولما تنحني وانت شعر انهم اقل منه ده يبقى تواضع، يبقى كبرياء من جوه. الانسان المتواضع يحترم كل من هم اكبر منه. انا فاكر في تقاليد الريف واللي كان احيانا العمال عندنا في الدير يعملوه، ان كان واحد راكب ركوبه ومر ولا انسان كبير ينزل عن الركوبه بتاعته ويفضل ماشي على رجليه لغايه لما يسيب الشخص الكبير وبعدين يركب الركوبه بتاعته مره تانية. ما يقدرش يمشي راكب قصاد واحد كبير. ده كان التواضع بتاع الناس، يحترم من هو اكبر منه، اتعلمنا واحنا صغيرين ان احنا نبوس على ايد الناس الكبار. وكان ممكن الشخص قبل ما يخرج يسلم على ابوه ويبوس على ايده، وابوه علمان يعني مش كهف، ويسلم على امه ويبوس على ايده، وهكذا مع جده وعمه وخاله. فاكر لما انا جيت ولد صغير ده، جيت مصر اول مره يعني، وبعدين كانت اسره اخويا الكبير يعني لهم جدهم وراجل كبير على المعاش، جد عجوز كده. فانا دخلت وشفت الراجل العجوز ده فسلمت عليه وبصت على ايده، كل الموجودين قعدوا يضحكوا على هذا المنظر الغريب. انا بصيت ايه يا رب، مفيش نقطة موجودة يعني، لكن النقطة كانت ان انا بصت على ايد الراجل. ما بتوع مصر ما عندهمش الحكاية دي ولا مؤاخذة، احنا ناس صعيبة. الناس بلاش المتواضعين ده، حتى الشخص العادي يحترم من هو أكبر منه. فإذا لم يحترم من هو أكبر منه يبقى عنده كبرياء في القلب. لذلك الكنيسة القبطية فيها هذا التواضع،
ان الشعب بيسلم على ايد الكاهن وبيبوس على ايده وبيضرب مطني امام الاسقف. لكن تلاقي في كنائس تانية يسلم عليه شيك هند كده كما لو كان شخص عادي. ده حتى التواضع امام ربنا في احترام الكبار. تلاقي ناس بيصلوا هم قاعدين، هو ده احترام لربنا؟ قصاد ربنا تروح واقف؟ ده احنا بنقول له انت هو الوقوف حولك الشاربين والصرافين، انت هو القيام حولك الملائكة ورؤساء الملائكة. واحد يصلي هو قاعد. لما تتعود انك تحترم من هم اكبر منك تبتدي تحترم ربنا. ولذلك مخافة الله تأتي أيضا بأن الناس يكون عندهم مخافة، مخافة نحو الكنيسة، مخافة نحو بيت ربنا، مخافة نحو الهيكل المقدس، مخافة نحو المذبح، مخافة نحو الأسرار المقدسة. يقول قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. هذه المخافة تأتي إلى قلب المتضع، أما المتكبر فما يكونش عنده هذه المخافة. الإنسان المتكبر ممكن يكون كثير المجادلة وكثير المعارضة وكثير النقد، أما الشخص المتواضع فليس كذلك. المتكبر قد يرى لا يرى إلا السواد، ده غلط وده غلط وده غلط وده غلط والدنيا كلها تبقى غلط وغلط. لكن الإنسان المتواضع يرى الشيء الجميل، لا ينظر بعين سوداء. شوف السيد المسيح مع المرأة السامرية، لا جرح شعورها ولا أهانها ولا حاجة. قال لها اذهبي وادعي زوجك. قالت له ليس لي زوج. قال لها حسنا قلت انه ليس لك زوج لانه كان لك 5 ازواج. ما استعملش تعبير وحش يعني او تعبير جارح، هما ما كانوش ازواج، كانوا حاجه تانية. لكن كلمها دون ان يجرح شعورها. لكن المتكبر ممكن يتكلم على اي حد ويهين ويجرح شعوره ويتكلم بصلف بكبرياء بطريقه جارحه، لأن في كبرياء في القلب. المتضع ما عندوش كبرياء في القلب. المتواضع سهل التفاهم، تقدر تتفاهم معاه، لكن المتكبر من الصعب أن تتفاهم معه. يريد أن يقيم كلمته ويصر على ذلك، ده الإنسان المتكبر. ويتضايق ممن يعارضه، وممكن يملأ الدنيا صياح. ليه؟ لأن في كبرياء في القلب. الإنسان المتكبر يحب الزعامة، يحب البطولة، يحب الظهور، أما المتواضع فيخفي ذاته. المتكبر إذا كان عنده معرفة يحدث له عجرفة من المعرفة، يبقى هو اللي يفهم بقية الناس ما يفهموش، يظهر ان فلان غلطان وفلان غلطان، وهو مصدر المعلومات ومصدر المعرفة. واذا جادلته لا يقتنع، واذا تكلم معك يمكن يقاطعك في الحديث لكي يتكلم هو، وممكن ان يعلو صوته في نقاشه. الانسان المتكبر يكون في طبعه العناد، لأن العناد ابن الكبرياء. في صلابة في الرأي وصلابة في التصرف وعدم اعتراف بالخطأ مهما أقيم من أدلة، لأن الكبرياء لا تقبل أن تقف موقف الخطأ. حتى لو ناقشت عقله أقنعت عقله، نفسه لا تقبل ما يدخل إلى عقله. تراه دائما عاصفة بلا عاطفة، تريد أن تقتلع كل شيء. الإنسان المتكبر ممكن أن يوجد في طبعه التذمر والتمرد،
الاتضاع يقبل كل شيء برضا بل بشكر. المتكبر يشعر دائما بانه لم ياخذ حقوقه فيسعى الى انه ياخذ حقوق، اما المتضع فيشعر انه غير مستحق لاي شيء، لذلك يرضى بكل شيء. المتكبر ممكن تجيله امراض نفسيه، ممكن ساعات الكبرياء بيجيب مرض البارانويا يعني جنون العظمه، ساعات مرض الكبرياء يجيب عقده الاضطهاد انه باستمرار ما بياخدش حقوقه وباستمرار مش بيديله اللي يستحقه. المتكبر يريد ان ينتصر باستمرار على غيره، يريد ان يغلب، يريد ان يبقى فوق. ده ربنا ما عملش كده. ده موسى قال لله، قال له ارجع يا رب عن حموج غضبك واندم على الشر. رجع ربنا وقال له طب خلاص العقوبه دي اللي هنديها للناس بلاش، يقول له لا ما ارجعش. المتكبر يكون في طبعه الحده والقسوه. المتواضع دايما طيب ووديع وهادي. المتكبر يرى ان الوداعه نوع من الضعف، لذلك تجده باستمرار عنده حده وعنده قسوه في الطبع في الكلام في التصرف. المتواضع يكون عنده ادب في المناقشه. المتكبر جايز يخرج عن حدوده في مناقشة. المتواضع يتخير الألفاظ فيما يناقش غيره بحيث أن ألفاظه تكون هادئة وليست جارحة وليس فيها إهانة ولا خدش ولا خدش شعور، لكن المتكبر ممكن يستخدم ألفاظ قاسية وجارحة ومهينة لأن نفسيته ممكن تكون كده. المتواضع يرى أن نفسيات الناس وديعة في يديه، لذلك يحترم نفسيات الآخرين ويكون هادئا. والمتكبر دايما يفقد هدوءه. قيل عن المسيح أنه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته لأن المسيح متواضع، أما المتكبر فيسمع كل من في الشارع.